في إنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية، تعرب الكتلة عن ارتياحها للمصالحة التي جرت في معراب بالأمس بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وتتابع الكتلة المستجدات المتعلقة بإنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وقد توقفت عند إعلان القوات اللبنانية دعم ترشيح العماد ميشيل عون وإعلان الوزير سليمان فرنجي عن عزمه الاستمرار في الترشح للرئاسة. وتؤكد الكتلة على أهمية إجراء الانتخابات لإنهاء الشغور الرئاسي، مشددة على التزام توجهات الرئيس سعد الحريري في هذا الشأن، انطلاقاً من أن الكلمة الفصل في هذا الملف تبقى للمجلس النيابي.